متابعينا الكرام، عيدكم مبروك وربي يحييكم لمثاله. اليوم باش ناخذوكم في جوله في النحيسيه من ولايه القيروان، ونلقاو شباب المنطقه واولاد الحومه يمارسوا في خدمه ما تلقاها كان نهار العيد، تشوشيت الروس والكرايين، وهي مناسبه لشباب المنطقه باش يدبروا مصروفهم نهار العيد. فكل دار قرويه بعد الذبيحه رجل الدار يهز الراس والكرايين باش يشوشتهم، والحرفه هذه هي من العادات والتقاليد القديمه برشا في ولايه القيروان. باش يحكيونا على تفاصيل المهنه هذه وعلى اسرارها في ولايه القيروان، خاصه انها مهنه موسميه. اخويا هي مش سنة ما قصيم، هو قسم يجي كل يوم انو العبد يمشي يدبر راسه، فهمتها؟ قسم سبحان الله بيد ربي، واحنا هكا تشوف يعني هذه الحومه وانا نخدمه معناها لاباس الحمد لله. السنين صاحبي قليل مش كيما كل يوم، ومش كيما معناها مستنسين، عرفت العباد ديما فرحانه ديما شيخه، والعيد معروف معناها في القرويان حاجة أخرى صاحبي، وكانت على الخدمة تشوف معناها مشي كيما كل أيام. شنو السبب؟ سوية لي معناها ما عادش خالط على حتى شيء صاحبي، برشا ناس ما مشي خالط على شيء. حاجات هذيا عاديتنا معناها، هي لما حال المعلم هنا حد تعلمنا احنا وحدنا، فهمت؟ باش نلقى ما تصرف. ولاد الحومه كانوا ولاد حومه في بعض، جبت الراس نشوشت فيه، هذه عادات وتقاليد، وهذيك هي مناسبه دينيه. الناس كل تاكل الخبز، كل يذبح كل يشوشت كل ما نعرفش يقطع اللحم اكسيتيرا. هنا توا الراس هذه جبت نشوشت فيه والكرعين باش نعملوا عليه هرقمه. ثم ناس وصلت تلوح في الروس، تلوح في الجلد، تلوح في الدواره، ما حاجه معناها انكروياب. علاش ما اعطيه؟ صدقوا لله في سبيل الله ما تلوحوش. ثم ناس وصلت تهز في جلود من الزبل وتهز في الروس والكرعين، خساره. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.